صباح الخير لكل المشاهدين سبيشال ليديز بعود معكم مثل كل نهار ثلاثه. ايمان كانت شوي مريضه هيداك الاسبوع مشان هيك بقول لك انا الحمد لله على السلامه. المهم نحن وشغل اليوم انا بحس الحلقه رح تكون مميزه، اول شيء لانه ايمان معي اكيد، ثاني شيء لانه الحلقه رح تكون موجهه لهنا صبرا يلي لفتت النظر الى شغله انه في اوقات كثير مثلا مع شادي نهار الخميس بكون كثير صعب على كثير ناس، كيف فينا نعمل كارديو فاسكولار ورك اوت بي سبوت كتير صغيره بقلب البيت تبعنا بلا ما نكون عم نستعمل اي ادوات؟ وهذا الشيء انا بخليني روح دغري لشيء اسمه جامبينج جاكس. كل العالم تعرف جامبينج جاكس، ما في حدا بركي ما بيعرف شو هي الجامبينج جاكس وليش اسمها جامبينج جاكس. هي بالاساس اسمها ستار جامب، صارت اسمها جامبينج جاك لانه كان في لعبه بامريكا اسمها جاك بتعمل موفمنت هيك، هي رياضيه سموها جامبينج جاك بس هي اسمها ستار جاك لانه بكل بساطه، او ستار جامب لانه بكل بساطه الواحد لما يكون عم بنط يفتح ايديه واجريه بيرسم شكل النجمه. اليوم رح نعمل نحن فارييشنز من هالامور وبكل وحده رح نكون عم نعمل موديفيكيشن كمان، يعني جامبينج جاك مش منيح نستعملها كورم اب، مشان هيك انا وايمان عملنا ورم اب وعملنا ستريتشنج. اتس ا تايب اوف فول بودي ورك اوت بس كارديو فاسكولار اكسرسايز كمان رح نجرب نستعمل فارييشن، وبكون اكبر اكزامبل او افضل اكزامبل لشيء اسمه انترفل تريننج لانه نحن فينا نعمل حركه اللي هي جامبينج جاك او ستار جامب بعدين فينا نرجع ناخذ 10 ثواني ريكفري ونرجع نبلش عن جديد، نعمل 6 حركات نرتاح ونعمل سيركت ثاني سيركت ثالث او سيركت رابع حسب ما عندنا وقت او حسب ما بتكونوا انتم بدكم تتمرنوا. كيفك اليوم؟ جود. انا بحكي كثير معلش بس كله كرمال المشاهدين وكله كرمال تيبس، لكن رح نبلش بالريجولر جامبينج جاكس رح نعملها 10 ثواني وبعدين لما نعمل 10 ثواني ايمان رح نفرجي للمشاهدين كيف فينا نعمل موديفيكيشن، لكن ليتس جو 10 ثواني. هيدي الجامبينج جاك اللي هي بتكون ريجولر جامبينج جاكس، المعده دائما مشدوده. اوكي ريلاكس، اذا بدي اعمل لها موديفيكيشن اذا حدا عنده مشاكل بكتافه في معلق ايدي على الاخر في اعمل بهالطريقه، واذا بدي بعد هينها على حالي واعملها بس لور بودي ورك اوت في احط ايدي على خصري واشتغل. هيدي كانت الجامبينج جاك، رح نروح هلا نمشي نعمل ريكفري 10 ثواني ان شاء الله يا هنا تكوني عم تحضرينا. هيدي افضل طريقه لتقدري تعملي كارديو فاسكولار ورك اوت، تشغلي عضلاتك تشغلي الكارديو ريسبيراتوري سيستم تبعك ولكن بكون بمحل كثير صغير عم تستعملي البودي ويت تبعك وبلا ما تكوني عم تستعملي اي اكسسوارز. رانينج جاك رح تكون هاي من هون، ليتس جو كمان 10 سكندز اسمها رانينج جاك. بذكر كمان انه هي تايب من ميليتري اكسرسايز طورت بالجيش الامريكاني كمان. 4 مور سكندز بيرفكت، برجع لتحت بمشي وباخد نفس. بحس اوقات ايمان بتكرهني لانه بعطيها كل هالحركات وهي بتأدي، شي نهار خلص رح أدي انا وياك. رح نروح على شيء اسمه سكي جاك، بكل بساطه بكون عم بشتغل وعم بعمل سكي موفمنت باجريه، كمان 10 سكندز لكن مثل ما قلت اكسلنت اكزامبل على الانترفل تريننج. 4 مور سكندز اوكي ريلاكس، برتاح شوي وباخذ نفس. كمان الحركات بصيروا يصعبوا، يعني اليوم الجامبينج جاكس بكونوا اوقات او الستارد جامب بكونوا شوي عندهم انتنسيتي او انتنسيف او اكسبلوزيف، مشان هيك بدي منك يا هنا او كل المشاهدات والمشاهدين يلي عم بشوفونا ينقوا. انا عاطي 6 اوبشنز فيكم تنقوا منهم لحديد 3 تنفذون ترجعوا تعدون بعد ما تعملوا سيركت اول سيركت ثاني سيركت ثالث وهيك بنشتغل. اهم شيء فينا ننط ونعمل جامبينج جاكس بطريقه كثير عشوائيه او فينا نمنهج الجامبينج جاكس، يعني فينا نحطهم بكادر معين وبمنهجيه معينه، يعني بعمل 10 ثواني برتاح 10 ثواني بعمل 10 ثواني برتاح 10 ثواني، 6 حركات بكون لما اخلص 6 حركات بهالطريقه 10 ب 10 بكون انا عملت سيركت 1 برتاح لدقيقه او دقيقه ونص برجع بعمل سيركت 2 سيركت 3. هيك انا بمنهج التمرين تبعي وهذا الشيء كثير مطلوب كرمال اقدر اتقدم وخاصه لما بكون عم بشتغل على كارديو فاسكولار تريننج. لكن سكوات جامب هلا بهالطريقه مع سكوات 2 3 اكيد حركه اصعب شوي، 4 لازم بكون عم بعمل برفورم سكوات بطريقه صحيحه. 4 مور سكندز، معده دائما مشدوده اند ريلاكس، كمان 10 سكندز اكسلنت جيف مي 5 ليتس دو ات. كمان بديكم تكونوا دائما محمسين، هذا التمرين صحيح انه سبيشال ليديز بس انا كمان بدعي كل الشباب يكونوا عم يشوفوا الفاريشنز تبعوا الجامبينج جاكس او الستار جامبس كرمال يقدروا يشتغلوا عليهم. لكن صرنا هلا بالفرونت جاك يلي هي من هون دغري لقدام، ذاتس ات 10 سكندز ليتس جو ليتس جو
keep smiling. أكيد دائما كلكم you have to smile all the time. Four more to go. Four seconds. Okay, relax. Great. بدل عنا الباور جاك اللي هي بركي أكتر وحدة explosive مش ضروري للي ما بيقدر يعملها يكون عم بيلتزم فيها. فيكم تكونوا لحد هلا عملتوا 5 variations من الجامبينج جاكس تكونوا عم تشتغلوا عليهم, ولكن هيدي كمان رح نفرجيها للناس اللي بحبوا يعملوا تشالنج لحالهم. دائما تذكروا انتوا لما تكونوا عم تعملوا لاندنج على الارض, وخاصه يا هنا هلا اذا عم تسمعيني لازم تكونوا فلافي شوي, يعني لما تنزلوا على الارض ما تكونوا كتير ستيف, لازم الركب يكونوا شوي مطعوجين, العضلات هن ياخذوا الثقل تبع الجسم, لانه بتعرفوا لما الجسم يصير بالهواء ويرجع يعمل لاندنج مش عم بضلوا بوزنه الطبيعي, عم بكون عم بزيد وزنه لانه عم نكون عم نعمل مثل شوت نزول. اوكي, لكن باور جاك, برافو ايمان. 10 سكندز ايمان, مظلوم من وحوش الام تي في. اوكي ريلاكس, هاي فايف, نرتاح شوي. هيدا اول سيركت, رح نرجع قبل ما نعمل تاني سيركت نعمل ستريتشنج شوي للكوادريسابس على مهله. جود, رح نرجع نبلش بالسيركت نمبر 2 اللي هو نفس الشيء بس لعيد الحركات. الحلو انه لما نكون عم نأدي اول سيركت بحركات اول مره بنستعملهم عم نكون شوي اذا بدكم عم نعمل تيست, عم نشوف كيف نحن او جسمنا كيف عم يتفاعل مع الحركه. كمان ستريتشنج لتحت بليز للجروب هامسترينج, ولكن لما نكون نحن اديناهم اول مره صرنا عرفنا كيف بيشتغلوا, السيركت الثاني اللي حيكون اهين, السيركت الثالث اللي حيكون اهين, السيركت الرابع والخامس, وهدول اللي حيكون عم نعمل ماسترينج لكل الحركات. وهيدا اللي بطلبه منكم, دائما حطوا كل تمرينكم بمنهجيه لنقدر نشتغل. ريدي, سيركت نمبر 2 بتصور, ما بعرف اذا لحد نكمله كله ولكن بنجرب. جامبينج جاكس عادي اول شيء بلا موديفيكيشن, المعده مشدوده 10 سكندز. جود جوب, جود جوب. اوكي ريلاكس, ووكينج 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 منيح. انترفل تريننج بحركه واحده عم نعملها فاريشنز لتشوفوا قديش التمرين ممكن يكون سهل وقديش ممكن يكون كتير هين, بس انتوا لازم يكون عندكم القرار لتقدروا تعملوا هذا الشيء. رننج جاكس لكن جو 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 10 سكندز مع ايمان مظلوم. 3 مور سكندز. اوكي ريلاكس, كمان برجع ووكينج. برجع بذكر جامبينج جاكس منا كتير فيفورت اذا بدي اعمل وورم اب, يعني في ناس ببلشوا يعملوا وورم اب بالجامبينج جاكس, فيها كتير حركات للجوينتس, فيها كتير رينج اوف موشن للجوينتس, مشان هيك انا بفضل دائما نكون عم نعمل وورم اب وستريتشنج بعدين نحطها كحركه من المين فيز او من الكارديو فاسكولار تريننج تبعنا. لكن صرنا بالسكي جاك هلا. جود جوب, معده دائما مشدوده, كتير من عضلات الجسم عم تتفاعل مع هالحركه, عم نشتغل على لور بادي وابر بادي مثل ما شايفين بنفس الوقت. اوكي ريلاكس, جريت جريت, اكسلنت واي تو ستارت يور داي, دائما هيك. رقم 4 سكوات جاكس, سكوات صحيحه قد ما في, ما بخلي الركب يقطعوا اصابع الاجرين. 2 مور سكندز, برجع ووكينج. جود جود ايمان, هاي فايف لايمان. جود جوب, اكسلنت جوب, عن جد يو موتيفيت مي انت كل الوقت. لكن بعد عندنا اثنين, كان يو دو ات, ليتس دو ات. فرونت جاك من هون, ليتس جو ايمان. كمان 10 سكندز, بكون هذا السيركت نمبر 2. ان شاء الله يا هنا تكوني عم بتأديهم معنا وعم بتشاركينا الحلقه هلا. 2 seconds, relax, walking. بدل عنا اخر حركه لليوم يلي هي الباور جاك يلي هي اكيد اكثر وحده اكسبلوزيف. الجسم بكون بمرحله معينه بالكامل بالهواء, والجمب فيكم تعملوها جمب واطي او جمب عالي حسب انتم قديش عندكم ماسترنج لهالحركه. لكن last one, give me your best shot. 4 3 2 1 let's go. 10 seconds, شد المعده. اوكي ريلاكس, ذاتس ات. بمشي شوي, ضلني عم بمشي, برجع بعدين باخذ نفس عميق 3 مرات. شفتوا بكل بساطه هيدا كارديو فاسكولار اكسرسايز عملناه بحركه وحده ولكن مع عده فاريشنز بمحل ما بيتعدى المتر المربع
الواحد. انا وايمان عملنا واجبنا معكم، وخاصه مع هنا يلي عم تحضرنا هلا. انتم عليكم الا انكم تعملوا واجبكم مع حالكم. Get fit stay fit مع ايمان مظلوم.